في احد سوى شيء. حركات سايلنت هيل. لا لا. Why did she jump from the villa? ويا الاجواء. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ اليوم يا حلوين عندنا لعبة Silent Hill The Short Message أو الرسالة القصيرة. قبل ما ندخل في أي تفاصيل يا جماعة الخير، أي أحد يعاني من أعراض، يعني خلينا نقول الاكتئاب أو الضيقة أو يأذي نفسه بعيد الشر أو أمور من هذا القبيل، أنا ما أنصحك أنك تكمل أو أنك تتضايق من رؤية العنف والدموية أو البولي التنمر. أنا ما أنصحك أنك تكمل المقطع هذا يا عزيزي، لأنه أصلا حتى اللعبة حاطين تنبيه على هذا الشيء. أمانة أنا مسؤول على هذا المحتوى، مو بس أنه مشاهدة فقط كده، لا، أنا مسؤول أمام الله عن الشيء اللي أنا قاعد أقدمه. زي كده خايف أذيكم حبايب قلبي، لأنكم أنتوا أخواني وأخواتي، كل شيء بقدم لكم هو فهو فرق بدي. ما ابغى اطول عليكم الكلام يا حلوين، خلونا ايش ندخل في المعطيات. بس اهم شيء عزيزي المشاهد، اذا انت من جد تعاني من احد هذه المشاكل النفسيه، تكفى يا حلو قفل المقطع وشوف لك اي حاجه ثانيه تغير لك جو فيها، اوكي؟ ولا تضايق نفسك حبيبي. طيب يا حلوين، بالنسبه للعبه سايلنت هيل قريت عنها اشياء خفيفه، قالوا انه اللعبه عباره عن شورت، شيء بسيط كده، قصه متكامله، اللعبه مره بسيطه، بس حبيت اني اشارككم فيها بصفتي محب وعاشق لسلسله سايلنت هيل من اجزائها كلها لعبتها حرفيا كلها الى الان. اللعبه تتكلم عن هذه البنت اللي اسمها تينا او حاجه زي كده، نسيت اسمها، تاينا اتوقع تاينا. البنت هذه عانت من تنمر، جاتها رساله، الرساله هذه من احد الاصدقاء القدامى انه حياك الله في عندنا يعني مجمع سكني او حاجه زي كده، فراحت عند هذا المجمع، لكن اتفاجات بانه في اشياء كثير من مخاوفها راح تواجهها. فما بدي اطول عليكم حبايب قلبي، ليتس جو ماي بوي، الحماس ليفل مليون. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. I want to show you something. Can you come to the villa? Okay, هذه مايا صاحبتها. تقول لها أبغى أوريك شيء، تقدر تيجي على الفيلا أو الفيلا. ف let us see what she mean. طيب اسلفة مبدئيا مرة بطيئة، خلوني ارفع وجيكم. اللي كان ينقال الكلام اللي في الكاتسين، شخصيتنا هذه البنت اللي يعني معانا بتقول انه كل الناس اللي بيدوروا الاتصال مع البشر وبيدوروا للجروبات وبيدوروا للصحبة هم عبارة عن ضعاف، بس هم باقي ما عرفوا هذا الشيء. هي حاليا بتسعى ان هي تقوي شخصيتها وتقوي نفسها يعني، وتكون انسانة اقوى من الماضي. فقاعدة بتقول لو في بس احد يتفهم الشيء ده. عموما فخلونا نشوف، يعني انا رافع صوت
اللفة صح نسيت أقول لكم إني ما قدرت أرفعها للأسف. طيب من اللي أنا فهمته في الكلام لما أنا بعض الكلمات شايفها صعبة وجديدة علي، ممكن البعض يشوفها إنه يعني بحاول أطور لغتي، لكن الحمد لله على كل حال. الهرجة ما فيها إنه هذا المبنى أو المجمع السكني هذا سوابقوا إنه كانوا شغالين عليه، هو مبنى في اليابان كانوا شغالين عليه على أساس بدهم يظبطوه كده إنه يصير مجمع سكني ومن ذا الكلام، بس صارت فيه مشكلة. فعلى أساس إنه هذه المباني ساعد التشاينيز في يعني في شؤونهم الخاصة في إنهم يتوسعوا زيادة ومن ذا الكلام، يعني مثلا بلدة لكن البلدة هذه مثلا فيها شارع اسمه شارع العرب، شارع المدري، شارع زي كذا، لكن خاب الظن يعني وصارت امور كثير غير عن المطلوب. ايش هذا؟ تسمعين الاصوات صح يا جماعة؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله العظيم إني ماني ناقص. طيب يا جماعة الخير، اللي كانوا يقولوه في الجريدة هذه هو إنه بنايات هذه عانت من مشكلتين. المشكلة الأولى هي إنها عانت من نقص حاد في الموظفين. المشكلة الثانية هي إنها هاي عانت من سوء تخطيط. Where are you, Maya? Where are you, Maya? يا مايا كفيني شرك يا اخت الكلب. انا ممتن انه ما في فيس كام. No exit. And I've always been trapped. اوكي بدا الاكتئاب يلعن يا عمي صوت خلينا نوطي الصوت، صوت التلاجة خرش امي كده، لا كده كثير. طيب شوفي هو والله انا اخوكم، انا ودي اسب ماي، اتوقع انكم كلكم تتفقوا على هذا. اوكي الباب مقفل. سايلنت هيل من اكثر الاشياء اللي تمتاز فيها هي الاشياء اللي تدخلك في عالم من الضياع والتوتر ولا كده الضغط النفسي، وهذا الشيء بيميزهم. يا اخي يا اخي انتم مين؟ كونامي مين قال لي امكم تطردوا كوجيما؟ من نفس اصحاب المبنى او المسؤولين عن المبنى قاعدين يكلموا سكان المبنى على اساس جات استفسارات من السكان على الاداره، فقاعدين يقولوا انه ما عندكم اي مشكله، بامكاننا نوضح لكم هي، بس نباكم تحضروا انفسكم وان شاء الله ان يكون عندكم الوقت انكم تحضروا انفسكم. الله واضح كانهم كانوا عارفين البلاوي اللي موجوده هنا، الله لا يبارك لهم. مايا اخت ال ها لا سوب لا اغلط. مايا ايش هذا؟ السلام عليكم. في صوت هنا، في احد كان يرسم مطار هذا. اوه كله كلام. انا ملاحظ البنت هذه فعليا هي مصابة بالاكتئاب. Did Maya do this? CB Cherry Blossom. Maya signature. She's okay. مايا هي اللي رسمت هذه الرسمة. The city's a blank canvas begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I ever be proud of myself? هذا قالت لها كلام دبه بس يلا يهديها عبيطه. ها؟ هذا احد بي اي والله انه في احد بيبكي. لا لا حسبي الله ونعم الوكيل. ولد احا دم يتخرج دم. تمام الباب ابن. السلام عليكم. رسالة من مايا. إيميلي you alright? You still asleep. Didn't see you at your job yesterday. Still not feeling good. You taking your meds اللي أتوقع أدويتها إذا ما خاب ظني. Sorry for the late reply. I fell asleep. Okay. غرقت في النوم الوحشة. Don't worry about it. How you feeling? I'm okay. I can actually kinda get some rest now. Didn't mean to scare you or anything. والله كلامها يعني يدل على أشياء تانية بس خلينا ساكتين يعني. Seriously?
دي دبليو ما ادري ناس اختصار ايش. All's good now. Okay. I'm still a little tired, but I'm gonna get up soon. يلا موفق ان شاء الله. That's a relief. انا ملاحظ شغله، رغم ان هذه تعبانه نفسيا الا انها لا زالت تسال عن صحباتها. This is a good thing يعني. اوه كلام سيء. اوكي كلام فيه شويتين بولي. ما ادري تقصد مين لما قالت هي ما يعني حرفيا ما قد قالت شيء كويس. لوزر yeah. الكلام انا ما استوعبته كثير فسويت له سكيب الى حد ما. حاولت اقرا اكثر مره بس ما استوعبت شيء. بس انا بدي افهم شخصيه البنت هذه وليش هي انتي ديبريسنت. اوكي هذه ادويه مضاده للاكتئاب بس الظاهر انها هي الان دايره في ذكرياتها ترى في اشياء هي يعني مخيلاتها وكل الاشياء اللي مخاوفها خلونا نقول. اهلا وسهلا. السلام عليكم. لا حمام استغفر الله. اكزام اوكي او اوكي الظاهر يا جماعة الخير الأصوات اللي قاعدة تسمعها هذه الأصوات للأسف يعني إنها أصوات أمها يعني. And this is not a good thing. رسالة إيميلي yeah. What about you Anita. أي Anita yep. You didn't look so hot the other day. ما أدري إيش تقصد يعني أتوقع إن شافتها مو مرة يعني ما هي بكامل نشاطها وحيوتها لا كذا فيها خمول. I'm fine yep. نفس اللي كنت تقصده. أها يعني بالتأكيد أقلق عليك. I'm taking my meds. Meds are good but what about the therapy. كيف وضعك مع العلاج اللي انت ماشي عليه؟ That doesn't really do much to be honest. اوكي يعني هي حاسه انه مو قد كذا بيأدي معها العلاج. Talking to adults doesn't help. يا وجه الله اوكي. ده الكلام مع البالغين ما بيأدي له نتيجة يعني او ما بيساعدني. Some of our classmates were hospitalized. You don't have to do this alone. قاعدة بتقول انه بعض المتعاونين او بعض الكلاسميت اللي هم الزملاء يعني hospitalized اللي هو في المستشفى. انت يعني ما انت مستعد انه كل شيء يكون عليك ففي مساعد يعني if you want يعني. I know I'll let you know if I need anything and these guys deserve it they feel bad you know all of them. اوكي اعتقد اللي هم اللي تنمروا عليه اذا ما خاب ظني. اوكي كذا انتهت المحادثه نرجع تاني يا حل. في احد فتح باب في احد سوى شيء حركات سايلنت هيل. لا 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 يمي هنا كذا اجري اجري اوكي اوكي لا 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 اجري يلعن سامع صوته سامع صوته اجري اجري اوكي اوكي ادخل في والله معلش معلش السابس والله اني قمطهم العافية. اوكي ما توقعت انك بتقد كده. ماي الله ياخذك الله ياخذك اخذ عزيز المقتدر قولي امين. يو هير اي ام ان ذا ستيريو اوكي هي بتقول انها في الاستديو بس مايا ذيرز ا مونستر هير يو اوكي يا امي اقلق على نفسك لا تقلق على دي هذه هناك بدين امك. طيب الجريده هذه اللي قاعدين يقولوا عنها بيتكلموا عن احداث صارت عن ان بالضبط ايوه فالاحداث بتصير ان تقريبا في خلال كل سنه واحده من الشابات المراهقات في كل سنه تقريبا بتتعرض لهذا الشيء جامبينج فروم يب. ونفس الحكايه يقولوا في المقابل في فتاه كانت رغم هذه الظروف كلها كانت انها مستغله هذا المكان. شايفين كيف رغم هذا الاوضاع اللي بتصير المؤخره اختنا في الله مايا اللي عازمه دي على الفيلا ده او المكان ده جاي هنا وترسم جرافيتي. القوا مايا
blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. لا ينكب أمك أنت وحياتك اللي تبيها كده. أوكي، البنت بدأت تتوتر بسبب إن مايا ما عاد صارت بترد. إيش سبب عدم الرد؟ I don't know يعني للأمانة. في جزم؟ هذه كانت موجودة؟ لحظة، ليش الموسيقى دي؟ ترى أسب أنا عندي لسان. سلام مقولة من رب الرحيم، الله مسكنهم مساكنهم. إي اللي بتقول ان الوحش راح ونبي نتوجه للاستديو. الظاهر هذا الاستديو حيكون ولا الدنيا هنا فوضى. اوه الباب مفتوح، الدنيا اوكي. انسبكت ارتري. اوكي هذه الورود اللي تنحط والاشياء اللي تخص الناس اللي نقزوا. احنا يعني عشان اليوتيوب الله يحفظنا وياكم. والله يا جماعه الخير الكتاب هذا اللي قريته يعني انا ما ادري ايش اقول عنه صراحه. الكتاب يتكلم عن كيف التينيجر او المراهقين بيدوروا على الاتنشن بطريقه مرعبه جدا. اوكي القاروره هذه انا ما اطمن لها، دي اللي تندف كده. Creepy. Maya, I hope you're all right. خلاص كفاية أصوات. مايا أنا بخنقة. مايا. Let me see what she said. BTW. والله العظيم إني ناسي معناها. لحظة خلونا نطلعها. BTW. By the way. بالمناسبة. أوكي. Thought any more about. Thought ولا thought ولا. أتوقع إنها thought. أتوقع إنك أنت مهتمة بأي شيء يعني. الكوليج يعني هل في اهتمام لازال في ايام الكلية؟ Can do it. You don't have to decide right away. اوكي بتقول انه مو شرط انك تقرر الان. So once you're at college are you not coming back here? Essentially هذه الكلمة المريبة دي. اوكي ترجمنا الكلمة. No I'll come back occasionally اللي هي بين الفينة والاخرى او بعض الاحيان اجي. My parents would give me If I didn't come home for breaks. But yeah, أباك تفكر في الكلية أكثر، حاجة زي كده. I told you I can't go. It's not for me. Studying isn't my thing. I told you I would help you. It's fine, I can't do anything. It could lead to a job, okay. بتقول له إنه إيش رأيك في الرسومات اللي وريتيني هي؟ ترى ممكن توصلك لمرحلة إنك تشتغل يعني وكده يعني. وفوق قاعدة بتقول لا تكوني قاسي على نفسك لأنه شايفتها كيف كده قاسي. I am not my okay. والله زبدت لها قفلت. فلت معاها. Emily doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates. Talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. There's no way out. Okay. أنا ماني عارف مايا إيش اللي تبى توصل له من الآخر. أوكي رجعنا لنفس منطقتنا. ها؟ ألو؟ النغمة إيش بـ؟ أوه هذا الاستديو آي ثينك. السلام عليكم. طيبين؟ مايا. إي هذا الاستديو. طيب اللي انا فهمته انه مايا من اول متكيه الحاله هنا. مايا والله انا ما ادري انت ايش قاعده بتسوي لكن يا ويلك يا ويلك لو خرجتينا حطيح في دين اهلك تسفيل. اكزامن. اوكي الرسم مره ممتاز، هو على قد انه رسم لكن مره ممتاز. They seem happy. A new life.
والله مو نيو لايف الستر هذا الستر مايا مايا يوهي ام هذيك املي اوكي انا قاعد اقرا عنها اوه ماي جاد ايش الهبال ذي ار يو هير اوكي ايوه انا هنا استغفر الله Where are you? This place is dangerous. We need to go. Maya, respond, please. استجيبي يا بنت ال. Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? ها؟ اوكي طاح هذا حق الرسمة It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. حرفيا منتهية منتهية بزيادة من ناحية ال النفسية I'm sorry. يا ساتر عليش وربي تمزحوا Why did she jump from the villa? Did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? يا حبيبي مين اللي كلمنا؟ Who's this? Find it. Who? يا الله طيب كده دخلنا كده القمطة ليفل تريليون طيب حبايب قلبي كده يكون وصلنا لنهايه الحلقه الاولى او المقطع الاول من لعبه سايلنت هيل ذا شورت مسج اللعبه هي قصيره ولكن حبيت ان انا اقسمها عشان لا ياخذ الموضوع ساعه وعليها وزي كده بس راح احاول ان انا اواكب الموضوع سريع سريع يصير انزل لكم اياه زي ما شفنا في الاحداث كانت احداث جدا مشوقه جدا فعليا جدا مشوقه شخصيتنا اللي هي انيتا تعاني من بعض الاكتئاب وبعض الامراض النفسيه وشفنا كيف كانت بتتعامل لدرجه انها هي نسيت صاحبتها وانا متوقع الاحداث الجايه حرفيا بتكون رهيبه اذا تبوني اكمل حبايب قلبي اكتبوا لي تحت في الكومنتات ربي يسعدكم اتفاعلوا معي عشان اتحمس اكثر وادعموني عشان ايش يعني نعطي اكثر واكثر بكل حب في هذه القناه الله يحفظكم ويسعدكم ما بطول عليكم حبايبي كان معاكم حامد بقناه لوغاريوس السلام عليكم